مش هنسلم مش هنبوس مش هنقل الفيروس على صاحب تكرم. تعملي ايه يا مجد؟ انا بعمل البحث. البحث؟ طب عرفيني عشان المدرسة طالبين مني بحث وانا مش عارفة اعمل اي حاجة في اي حال وشكلي كده هصل. انا كمان انا مش عارفة اعمل بحث وانا لسه قايلة اعمل ايه يا ما انتوا بيحلي ده الموضوع سهل جدا وما فيهوش حاجة. الموضوع سهل لو خدتوه بالراحة هتلاقوه سهل جدا. هو الإدارة بعتلنا أربع موضوعات، أول موضوع عن السياحة وبعدين الماء والطاقة والصحة. انتوا هتختاروا موضوع، انت يا مريم هتختاري انهي موضوع؟ السياحة. انت يا بسمة السياحة. طب انت يا مريم في الصف الكام؟ الرابع. ودرست ايه في الصف الرابع؟ بنتكلم عن السياحة. درست في اللغة العربية ان السياحة تزيد الدخل القومي وتوفر فرص عمل للشباب، وكمان في انواع عديدة من السياحة، في سياحة ثقافية والسياحة الترفيهية والسياحة الدينية والسياحة العلاجية. وكمان خدنا في الدراسات ان السياحة سياحة داخلية وسياحة خارجية. تمام. وانت يا بسمة في الصف الكام؟ في الثالث. درست ايه بيتكلم عن السياحة؟ أرض النخيل وأرض الذهب وحب فيه ورمسيس الثاني ومعبد فيلة ومعبد كلابشة ومعبد أبو سمبل. طب ما تمام، هو انتوا بتقولوا خايفين ومش خايفين، ما انتوا بتجاوبوا حلوين. أما بقى بالنسبة لموضوع السقوط اللي انتوا خايفين منه، الوزير قال طمنا خالص. قال الوزير قال إن أي حد هيعمل بحث هينجح بس بشرط يجيب المعلومات بنفسه. يعني محدش يساعده في إيجاد المعلومات. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في البحث بتاعنا. أول حاجة لازم نعملها نجيب الكود بتاعنا. هنجيب الكود بتاعنا ده منين؟ الوزارة منزلة رابط بتدوسي عليه بتضغطي عليه وتسجلي الرقم القومي بتاعك بيطلع لك الكود. أنا عملت كده وطلع لي الكود بتاعي. وطبعا هشوف نفسي هشترك في مجموعة ولا هعمل لوحدي. وطبعا لو هشترك في مجموعة لازم ما تزيدش عن 5. بعد كده هنختار موضوع من الاربع موضوعات. انا مثلا هختار السياحه. هبدا احضر القلم بتاعي والورق، والورق طبعا هيبقى عادي خالص. وهبدا بقى اسجل افكاري. طب هنجيب المعلومات منين؟ من كتاب المدرسه او من على الانترنت؟ اللي ما عندوش الانترنت طبعا كلنا عندنا كتاب المدرسه، او تشتركي مع حد يبقى عنده انترنت. هو البحث عباره عن 6 خطوات انا لخصتهم في ورقه اهي. هو أول حاجة عنوان البحث، بعد كده الرقم التعريفي، بعد كده المقدمة، بعد كده عناصر الموضوع، وبعدين النتائج، بعدين المصادر. فهمين أنا واحد وخطوة. وعندنا أول خطوة عندنا هي عنوان البحث. يعني إيه عنوان البحث؟ يعني السياحة؟ لا، عنوان البحث يعني أي عنوان يخطر على بالك بس يكون جميل وجذاب. زي إيه؟ زي مثلا السياحة والدخل القومي. تاني خطوة عندنا الرقم التعريفي. الرقم التعريفي كمان هو الكود اللي احنا جبناه في الاول. ولو انتوا مشتركين في مجموعه فهنعمل جدول هنكتب فيه اسم الطالب وجنبه الكود بتاعه، اسم الطالب وجنبه الكود بتاعه. بس الجدول ده يبقى على حسب على عدد الطلاب اللي مشتركين فيه. تالت حاجه عندنا المقدمه، هي عباره عن ملخص للموضوع بس عدد كلماتها تختلف من صف الى اخر. يعني الصف الثالث يختلف عدد الكلمات اللي في المقدمه عن الصف الرابع. رابع حاجه عندنا هي عنوان عناصر الموضوع، وهي طبعا اهم حاجه في الموضوع. كمان الوزاره منزله العناصر في النموذج ده. يا ملكه انا شفت النموذج ده على صفحه مدرسه الامل، فهمولي هو فيه ايه؟ بصي العنوان واحد لكل الصفوف، لكن العناصر تختلف من صف لآخر، وكمان العناصر دي هي اللي احنا هنجاوب عليها في البحث، وكمان ممكن ان انا اجيب صور من كتب قديمة او اجيبها من على الانترنت. وخامس حاجة عندنا هنا النتائج. يعني ايه النتائج؟ النتائج دي هي المعلومات اللي احنا وصلنا ليها. ازاي؟ يعني لو احنا مشتركين في مجموعة هيبقى كل واحد يطلع بمعلومة. وآخر حاجة عندنا هي المصادر. إيه بقى هي المصادر دي؟ هي الأماكن اللي إحنا جبنا منها المعلومات. زي إيه؟ زي كتاب المدرسة، زي بنك المعرفة، زي المكتبة الرقمية. إحنا كده بقى خلصنا البحث بتاعنا، إيه رأيكم بقى؟ ده سهل وجميل. وإنت يا بسمة؟ برضه أنا فهمت منه وجميل خالص. عندي سؤال ليك. واحنا هنرد البحث بتاعنا مع الورق اللي احنا عملنا فيه الاول؟ سؤال جميل بس لا،
انت ممكن تكتبيه على وورد زي ما انا عامله كده على اللاب، وتحطيه على فلاشه وتسلميه المدرسه. ممكن طريقه ثانيه، ممكن اكتبه يدوي واسحبه سكانر، واسحبه سكانر واحطه على سي دي واوديه المدرسه. اقول لكم حاجه، اوعوا حد يجيب اي بحث تاني، باكد عليكم اوعوا حد يجيب البحث من اي مكتبه، اوعوا حد يجيب بحث جاهز من اي مكتبه. لازم نعتمد على نفسنا، لان ده هيكون اسلوب حياه وده هدف الوزاره، واي تشابه في الابحاث هيترفض البحث بتاعنا. شكرا يا ملك على المعلومات الجميله دي. وانا كمان يا ملك بشكرك على المعلومات الجميله دي. لا ما تشكرونيش انا، اشكروا مدرستنا، اشكروا مدرستنا، مدرسه الامل الجميله، اداره النبارية، محافظه البحيره، لانها وفرت